يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الدنيا كانت نهارا خالصا دائما، ثم من الله على عباده بوجود الليل. هل هذا الأثر والقول ثابت عنه؟ الله أعلم، ما رأيته ولا أدري. نعم، محونا آية الليل وجعلنا الليل مظلم والنهار مبصر. نعم.